الشارع. شين اسماء؟ قلنا لها نبغى نلعب بالحزام بس شوية. تمسفحها. شوفوا أول شيء، شوفوا هذه علامة الإعدادات، تضغطوا عليها بعدين عند الجودة تختاروا إعدادات متقدمة، اختيار درجة دقة محددة، وتختاروا أعلى جودة عندكم من اللي هنا. عشان كذا الفيديو راح يصير مرة كويس، إن جودة الفيديو 4K فهمتوا؟ فبيجيكم أفضل. نخفي أثار التفقيع بالكونسيلر. عقادة مندوب دقيقة بس الإجراءات. في عباية بتوصل جيدة. بالله ما يسلك. إذا ما بقفل لك الباب يروح عندي. قفل الباب كرم وقلع برا. شيء دهية. قلع برا كرم. بس هي بس. من دحين طالع مع اسماء كرم. طبعا دحين كرم اصبحك ساعة 9:53 وبتقابل مع اسماء، هي بتخلص مدرسة وبتجيني، انا غايب اليوم، ف هي قالت 9:10 بتجي. وتخيلوا ايش، تخيلوا راح تكلم ماما ايش تقول لها، تقول لها انه لو خلي جميلة تكون جاهزة الساعة 10، تقول لي أصلا أمس اسمها تقول لي ترى أنا ما أثق فيكي، أنا بنات كذا فجأة أنام أسحب عليهم كلهم، أقوم أقول لهم نمت بالغلط، دق على بابا عشان أحول الفلوس، كاش ولا شبكة؟ لا بابا. عفوا رصيدك لا يكفي لإتمام هذه المكالمة. كان من جد واضح طفرانة. هذا الفترة أدمج بهذه الفرشة مرة حلوة بنات. بصرار قوي بصرار. الو هلا بابا. ها بابا حول لي فلوس. ليش؟ عشان انا رايحة مع اسماء. السي سي بيك ما فيها فلوس. الا فيها بابا. فيها يلا بابا. بابا تدري فوق هذا الطفرة كلها ايش؟ اسماء تقول لي انه هناك خلاص بعزمها انا عشان انه هي طفرانة. اسماء ده لازم ندور احد يعزمنا احنا، خلينا ندور صاحبتنا الثالثة. نات بلا شرير بيوتي مرة حلو. معلش انا صراحة مصدوم الناس اللي يقولوا انه مو بيجمنتد ولا شيء، بالعكس مرة يندمج بسرعة. بدمج البلاشر مع الهايلايت كله كذا فرشة واحدة. يلا جاي دوبي خرج من المدرسة. ايش تقولي؟ دوبي خارجة من المدرسة جايتك اخلص اجهزي. يلا قاعد امزح خلصت. خلص خليك اول ما ادق عليك اطلعي. اوكي ما تخشي؟ لا ما راح اخش. ايش اخش ليه؟ طيب يلا سلام. كلهم نايمين يا حمار. كيف كلهم نايمين انت جالس؟ هذا حلو ذحين. يلا مع السلامة. ها ها دحين بابا خارجي. ايش؟ يلا وخر يلا. كرم جاي يسلم على اسماء. يلا مع السلامه. ما شنو انا قاعد افتح نت لاسماء. يا الله خلاص لو سمحتي هاي خرجت. تدري حتى انا ما احب كالتيفو بس انه جلساته حلوه. انا اكره جلساته. ايش هذا؟ ليش ترى غيروه؟ والله غيروه. اي غيروه صار احلى. خلينا اوريكم. خلاص وصلنا كالتيفو. يلا نحن نسير في موقعنا من خلاص. محمد الحين بيت انا ما خلص سويت. محمد بس يفر من ما شاء الله. ما نسيت شيء صح؟ يلا الشنطة. يا الله وي اسمعتي مو جيعانة؟ تعالي خشي شيف زنجر كذي. يلا بشوف ردة فعله. هي ما شافت المحل اللي هو جديد. يلا خشي. ايش رايك؟ شو الشاي؟ احط الباركود. صورته بجوالي قطعة. ها؟ انا اصوري شوف. يلا انت قاعد تصوري؟ اي قاعد اصور. ايش كذا؟ انا قاعد اصور كنت اشعر كذا البنت باينه متخلفه. يعرف انك فلوجر كذا. شوفي في البنت قاعد طالع فيك. اللي وراك. يلا انا جيعانه دحين. اسمع ترى انا بحب الكروسون. ترى انا مره بحب. لا خذ الحلا هذا شو اسمه ذا الحين نسيت. ايوه قهوه اليوم. باخذ حاره صراحه مع انه حر بس انه ما ببارد. انا ادفع بدل اسماء. اي بارد وحار. ايش؟ لا بارد وحار. يلا طيب يلا.
شوف المكان كيف مرة رايق. يلا الجو احلى. ايش ذيك؟ خلاص ليش زعلانه؟ هذه قهوتك؟ صبي صبي انت تصبيها، انت تصبيها، انت تصبيها، خدمه ذاتيه. انا اخاف احنا نصبها. شفتيني انا اصبيها؟ الله اسمع صبابه اسمع. هنا طلبنا خلاص ملت. حط زيادة، حط زيادة. كنت ما تكتري، عندي ما تعدري كتري. أكن يلا خلاص. أو أنت كذا بتحطين؟ أيوة ترى صورتني قبل بس ما تصور صراحة. ما ماني مصورة غبية. مورا قاعد تصور، هي ما هي قاعد تصور. يلا 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 صورك تصور. يلا دحين بخلي اسماء ايش تجرب، ايش تجرب البراوني هذا. يلا شكله مو براوني كأنه، انا جربته زي السنيكرز من جوا. طبيعي. يلا يلا لك تجربي. يلا بسم الله. كيف وصلت لك؟ يلا ايش رايك؟ والله طعم طعم. أنا جربته مع ماما. والله مرة. يلا دوري دوري دوري. بس دوري دوري. بالعدل والإثبات. هل اختاري أي أحلى؟ بدي التماطم. مريم شوفوا هذه. هذه. هذا حلو ستوري. هالي ستري. هذا ستوري برا. دوقي. دوقي هذا. مع اني ما احب الحار بس يلا. يا طيبة. طيبة. والله عجبتني. عجبتني. اسمعين نقول لهم سالفه الحزن. يلا بقى تعالي جنبي انا اغطي على وجهك في الفوتوشوب. الحين ايش بنقول لكم؟ نقول لكم سالفه الحلزون. ايش قطع؟ لا ولا شيء طالع. ايوه طيب شوف تخيلوا في صاحبتنا في المدرسه جابت حلزونتين. طيب جوري صح. قلنا لها نبغى نلعب بالحلزون بس شويه يعني عمال ما نخلص الحصه. تخيلوا من الحلزون حطيناه في اليد. بنات الشعور مره حلو، مره 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 كذا كذا كانه في شيء انشفط كذا. انشفط؟ اي والله. جربتيه انت؟ لا انا اقرف. تقرف في عندك بسه؟ اي فرق تقارني بسه بحلزون؟ معليش يعني. المهم بعدين بعد ما حطيتها على يدي قلت خلاص يلا دحين بجرب احطها على وجهي. حطيتها طيب اللي فجأة كذا طاحت على الارض. مره خلاص مره كذا البنت دخلت على جوا كذا ما هي راضيه تطلع. ادق الباب هذا ما تطلع، اقصد القوقعة حقتها ما تطلع مرة. حتى نفس جلده خلاص دخل على جوه، قاعد اخرجها بيدي ما تخرج. والله قتلتيها انتي. كلهم خلوني قاتلة وحيوانة عنيفة. لا تبي تجيب حلزونك. ما قتلتها وربي ما قتلتها، هي طاحت. خلاص بعدين صحيت، بعدين صحيت. بعد ساعة صحيت. زبيدة. الو اسمع بقول لك شيء. الحلزونة ميتة ولا عايشة؟ اللي طيحتها موتتها. اللي موتتها ايش عايشة؟ اوانا قاعدة اسوي اثبات لليوتيوب اقول لهم القصة عشان لا يحسبوني قاتلة. خلاص كويس انها عايشة. معاكي كريم يدي ناشف. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايش حاطة شفتك؟ باي. كريم وجه عادي احطه في البيت. عادي ترطيب كذا ده تطلع شكله خلصتي. ميت ميت سني. يلا خلاص خلصنا نسولف معاكم، نروح نسولف سوالف خاصة. باي.
تخيلوا بنغير مكاننا قامت اسمها شالت العفش معانا، قلنا عيب نخليه. انا قلت لها صراحه اخذ قهوه اسمها الحار وحطيتها هنا. اقتصاد نحط النظارة، تجيب شنطتي لو سمحتي. نغير جينا كلب خلاص تيبسنا. شوفوا سوينا تيك توك، هذا البنت ما بصاحية ترى، هذا مقتبس من الواقع. أبلشتني أسماء مع نفس الموضوع. يلا يلا جا السواق، جا السواق. يلا يلا أنزل على طول، صدي أشوف شكلي في المقطع كيف. أكتب أكتب بنت أسماء الوحيدة اللي خليت أمسك جوالي. زود والله خليتك تشوف سناب. قسم بالله هذه البنت ما هي بصاحية، بتود بدخل روسنا في دوام. ايش تكتب؟ تقول لي اعطيني فرصة. ورب الكعبة من جد بلشتنا هالبنت، بلشتنا. ايوه قسم بالله هذه البنت. خلاص ان شاء الله كنت ضيفة خفيفة عليكم. قهوتهم متحمس. اذن الظهر، أظن فينو محمد؟ أذن الظهر إحنا برا أقوى دشرة. هذه البنت ما هي بصاحية، بتود بدخر هو هذا يا محمد. طبعا من لك إيه طبعا عشان تصالحني. ها فينو؟ طلعنا في نص. شوفي سواق اسمه يسوقه، يقول أنا قدام كافي. لا لا روح مو انت، لا ايش هو هذا مجنون هذا ولا ايش؟ انت فين محمد؟ انت هذا مكان، انت واقف عندي فين يا جماعه؟ انت واقف عبد انا فين؟ قسم بالله البنت هذه ما بصاحيه، بتودي روسنا في دوامه. القهوه حللتها تحليل. خلاص خلصت القهوه، 1 2 3 ارمي. نشغل نت في نص الشارع عشان اسماء. اسماء طفيك النت؟ لا يا جد مو وقتك. تخيل السواق ضيع وما ادري فين راح يتكفي، شكله راح الكفي ذاك. انا لسه ما جاء. خلاص الحين ندخل مره ثانيه عشان مره حر. بدك عليه مره ثانيه. بين الرقم فوق. يلا. كرم يدق علي يبا ما. كان حر برا جدا جدا جدا. كرم يدق علي. شوف. جا جا السواق جا. اسماء تقول لي تبغى تهزه وتهزه، يلا شوف التهزين ان شاء الله. لا تصور التهزين. خلاص ما راح اصور لكم التهزين معلش. يا محمد انت نسيت هذا كوفي؟ هذا قدام. يعني انت حسب قدام؟ ايوه. هذا التهزين؟ هذا شوفوا اسماء كبت علي بالغلط بيبسي. الا انت كبتي. مرة انبسطت مرة الحمد لله يا رب، حسيت يعني طلع غير فهمتوا يعني كذا، طلعت مع اسماء في الصباح وكذا سواليف وحرفيا كب عفش كب يعني عفش انا مكبوب من زمان يعني، بس انه كبينا زياده. المهم انه ايش قلت لها انه ايش عندك في الليل، هي دحين يعني هي اصلا بيتها قدام بيتي فهمتوا، فقلت لها ايش عندك في الليل، قالت ما عندها شيء. قلت لها خلاص تعالي عندي وسير ايش نسوي كذا، نسوي نتفرج فيلم مع بعض كذا. قمت قالت لي انه هي ما تقدر تجي. ليش؟ لانها ماسكه ولد اختها، يعني اختها مخليها ولدها عندها. فشوف الصداقه ايش سويت انا، قلت لها خلاص تعالي انتي وجيبي ولد اختك ونتفرج كلنا فيلم، هو ولد اختها صغير يعني. فنجلس كذا نسوي يعني اليوم انا بمسك ولد اخت اسماء معاها. انا ايش قاعد اعطيكم امال زائف، يمكن ما تيجي ترى يعني، بس انا قاعد اقول لكم يعني اعطيكم خبر. ما اتوقع انها تيجي اصلا، نقعد بتشوف وضعها وكذا، بس انه شويه بتوصل عبايتي الجديده من أميرة عباية، مرة متحمسة. حلو حلو، حتى اليوم شفنا بنت في الكيف لابسة العباية نفسها يعني، بس نفسها مجنونة.